غادي ناخذ معنا فاطمه من القنيطره. لاله فاطمه صباح الخير. لاله فاطمه صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. كي صبحتي انت؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله هذا هو الاساس. تفضلي لاله فاطمه. نعطيك واحد ميني محنشه كروفيت. ميني محنشه ايه نديرهم صغيورين غير ورقه وحده في وحده. بالكروفيت كناخذوا كيلو الكروفيت منقي. بلاتي لاله فاطمه باش ما نزربوش عاوتاني ياك. كيلو ديال الكروفيت منقي. 100 غرام الشعريه صينيه ياك. ايه وكنصح السيدات ما يبقاش يكبوا عليها الماء الطايبه، يرقدوها في الماء بارد مده واحد ربع ساعه ومن يسقسيوها يقطعوها، ما كتنفخش ما كتجيش غريبه ما كتجيش معجنه. 100 غرام شعريه صينيه قلتي، وقلتي من الاحسن ديروها في الماء بارد ماشي نكبوا عليها الماء طايب. نعم من البحثه في لي سوب يعني جات فازقه في المحسن ما نجربوها الا لا. وحتى في الصوبه ما كتنفخش. نعم. كناخذ واحد الحفينه الشامبينيون الكحل اسود فازق في الماء طايب ومصفي ومقطع. اسود فازق في الماء طايب ومصفي ومقطع. نعم ومليحه وليبزار سودانية وحفينة ديال الربيع مقطع رقيق. حفينة ديال الربيع مقطع رقيق وشوية الزيت. وشوية الزبدة باش ندهنوا الورقة. شوية الزيت وشوية ديال الزبدة كل حاجة بوحديتها والورقة. والورقة شحال تقريبا ديال الورقة؟ هي مثلا عندك هاد الحشوة مثلا تاخذي نص كيلو كيلو لارف، انت غندير ورقة في ال نص كيلو تا كيلو لارف. نعم نعم. والتلفة كناخذوا الماء والطحين وكندهنوها بالبيض وكنحكوا لها شوية الفرماج محكوك حتى يشد زين. والطحين نعم. كناخذ داك الكروفيت كيكون ماشي مطلوق منقي خضر ونصوطيه مع التويمة والمليحة وهذوك المقادير كلهم اللي ذكرنا. نعم. وكنزيدو عليه الشعريه تكون فازقه ومقطعه والشامبينيون تاهو مقطع رقيق ونخليوه. كناخذ ورقه وحده كنطلقوها وكندهنوها بالزبيده. وكنديروا الحشوه في الجنب على طول. وكنبرمو مزيان وكنديروا في الاخر شويه الطحين والماء كنكونو ضربناه وكندهنوه وكنسدو. وكنشدوها في تي هذيك البودان وكنلويو حلزون ندخلو هذاك الرويس لداخل. ونلويو ساهله وفي الاخر ندهنو بشويه الطحين ونلصقو الراس. نعم. وندهنا بالبيضه مضربه وندخلوها للفران ومن طيب نخرجوها ونرشوها بالفرماج مزيان ونعاودو نرجعوها للفران طافي باش يذوب داك الفرماج ميكونش ديك العافيه سخون بزاف. ملي كنخرجوها اختي عن التقديم كندردو لها شويه المعدنوس وشويه السودانيه والحمض وراس يعني السيده ماشي تدوا ولا غير مربعات صغير باش يجي الديكور زوين. نعم. وانت اختي قدميهم فوق الخص مثلا ديري 12 وحيده مثلا طبي فيها 12 واحد. نعم. وانت مهنيه. نعم ونقدمهم بالصحة والراحة تبارك الله عليك.